الديركس الدولاب سوري المنقل ما تنعرف نحكي استاذ بغني انا اعلم التقى في المسرح الدفه وسيء بالنسوين استاذ فيني احكي لك ساعة بتحكي خير ما حكيت بعد اذا بدك اياه اذا بدك اياه ايه فيك فيك اخي بس خليني اخلص كم يا تمثيلك رديء تغنيه منا صعبه لتكون يعني اتليست اللي طالبوا منك المخرج او طالبين منك تكون شوي تبين انك مش عم تمثل لانه ما عم تعمل شيء غير تبرم هذا الدولاب يا اخي بس مش ثابت اصلا مش ثابت شو؟ مش ثابت اللي قاعد عليه مش ثابت عمال بيعمل هيك ايه شو يعني؟ مش ثابت يعني اللي قاعد عليه ايه؟ آه يعني مش ثابت بعرف يعني هيك ايه طبعا كثير منيح هذا الكنترول تبعك فرجينا الكنترول تبعك بس انا ما بعرف خلص شو هيدا بدك بدك تفوت به شو ما يقول لك بدي اقول لك مش شو بدي اقول لك؟ بس لا 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 هي 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 مش عم يرقص هي مش واحد حاطط تحتاته يا حبيبي ما هذا عم نحكي كنا قبل شوي ما هو قوتك تكتسبها مع الوقت انه تصير تغني بحالها انفايرمنت عندك حق هذا الانفايرمنت اذا واقف على مثلا يا استاذ مبين على الكاميرا عم تعمل هيك ما عم ياخذوا لانه عم تهز وعم يغني هلا اوكي هذا الموضوع مهم كثير عم تحكوا فيه وكذا الكنترول استاذ لي انت مش هو مش مبرر هو حبيبي اللي عم تقول هو اللي قلته اللي بدي اقول لك ايه تمثيل ما له علاقه بالمغني يعني انت عم تغني صح حتى لو عم تهز عم تغني صح وعاطي الغنيه حجمها وما بتحمل اكثر من هيك بس تمثيلك منه واضح يعني منه حلو ما عندك سبب غني هالقد هيني ما يكون اتليست التمثيل احسن شوي بس بدها تكون غني هالقد هيني عندك وقت يعني ما عندك انرجي تصرفها على المغنى عندك انرجي تصرفها كمان شوي على انا اصلا ما حبيت طلبوا منك مخرج بعدين انت اعتبر حالك عم تغني على باخره وعم تلق فيك بدكو صوتك عم بيرجف تنقول يعني مش مبين صوتك عم بيرجف يعني هذا لا عم تحكي عنها لا انا عم تصير يو ار كنترولينج يعني عامل كنترول عليها بس عم بحكي قصه التمثيل تمثيلك مبين انه الواحد طالب منك تعمل هيك لا الديركسيون بتعمل هيك يعني فيها وانا انا طالب مني اصلا اعمل هيك بس ايه؟ اعمل هيك بس ايه بس اعملها بطريقه ما تبينك عم تمثل بس يعني هاي هي بس هلا الكلام يعني اكثر اكثر شوية شو بيقولوا يعني حسه بس ما هي ماشي هي هبله لقطه الدفه وعم تبرم فيها ما بس استاذ فيك تبرمها بطريقه كانك ماشي معها كانك عم بزبط عم تسوق داخل ما حسسني انه واحد طلب منك تزيحها وعم تزيحها بس المغنى عادي قلت لك ايه يعني ما مش مطلوب انا غنيت بس, بس الطبقه كمان برجع بقول طبقه واطيه فيها تكون اعلى لانه غنيه جملتها على قد يعني انا وبيتي ويهاب معدل انا مش مؤهل اعطي انه مش مؤهل اعطي بس مؤهل اقوله انه انا متى واحد يوصل لهالمرحلة بيسر أكاديمي لازم تكون أغاني شوي أتقل يا حبيبتي والله عارف أنا عارف أنا عم أقول لك رأيي الشخصي وقت تجيني غنية تعملها إيفلوك تعملها أعمل جبليف عليها شو بدي أقول غنية جملة هينة بسيطة من العيب إنه من المعيب إنه ما تغنوها صح أنا ما غنيت صح بخي غنيت عادي يعني ما غنيت شيء غنيت عادي ما عم بحكي عنك أنت عم بحكي بالمطلق بحكي انه واحد وتعطوك غنية قد صغيرة من المعين انه ما تغنيها صح انا غنيت اجمل امرأة غنيت غنية صعبة بلس هو كان عيان اوكي فهمناها بس انت غنية قد مطلوب منك تكون هي قد هيني مثل شوي زيت نسينا انه الغنية انا بحب الصعب بتحب الصعب ما بحب هلا اوكي جبتك غنية هيني خيي ابراع بالتمثيل يعني فرجينا غطي نقطة ضعف الغنية وفرجينا ال حاضر استاذ على عيني بس كون أكثر أنتو يعني عندك شيء تصرفه إنرجي بحال تاني على عيني استاذ وهيدي زيت شيء هيدي شي كان بيكون يعني أنت يور جود أكترس بس مش مطلوب منك أنت كثير يعني كسندريون أنت عم تمثلي داو سندريلا صح سندريلا